في موضوع آخر، لا زالت ردود الفعل المنددة بقرار حظر بناء المآذن بسويسرا تتناسل من مختلف جهات العالم. وهكذا انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمر إلى جانب هيئات حقوقية ورسمية أخرى. أصوات الشجب القرار تعالت أيضا من داخل سويسرا. تقرير هشام أرفاوي. عبر العالم تواصلت ردود الفعل الغاضبة على الاستفتاء السويسري الذي أجاز حظر المآذن بهذا البلد. أبرز ردود الفعل القلقة من القرار جاءت من تركيا، حيث شبه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الخوف من الإسلام بالعداء للسامية. هذا الموضوع له مغزى في أنه يظهر تزايد العنصرية والقومية المتطرفة في أوروبا. سبق أن قلت أن العداء للسامية جريمة بحق الإنسانية، والخوف من الإسلام جريمة بحق الإنسانية تماما مثل العداء للسامية. على نفس المنوال سار المواطنون الأتراك الذين أعربوا عن استنكارهم للنتيجة الاستفتاء السويسري. هذا شيء محزن للبلاد الإسلامية، مثل هذا القرار في بلد معروف بأنه مهد للديمقراطية أثار إحباط المسلمين في كل أنحاء العالم، وأثار إحباط من يعتنقون ديانة أخرى، لأن الدول الإسلامية سيكون لها غدا رد فعل ضخم على هذا القرار. يستطيعون ممارسة دينهم بحرية في بلدنا كما يستطيع الإخوان المسلمون، ولا تستطيع أن تفصل بين الكنيسة وجرس الكنيسة، ولا تستطيع أيضا أن تفصل المئذنة عن المسجد. وفي أنحاء أخرى من العالم قبلت نتيجة الاستفتاء السويسري بموجة غضب في أوساط أوروبية وعربية، امتدت أيضا إلى داخل سويسرا، كما انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة نتيجة الاستفتاء الذي رجح كافة منع بناء مآذن المساجد في سويسرا.